بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بنتعرف على بعض المفاهيم الهامة. أول مفهوم معانا درجة الانصهار. طبعا معروف إن الانصهار تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. طيب درجة الانصهار هي درجة الحرارة اللي بتتغير عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة، وطبعا هي تختلف من مادة لأخرى، يعني لكل مادة درجة انصهار خاصة بها. طيب المفهوم الثاني، الحرارة الكامنة للانصهار. ما معنى الحرارة الكامنة للانصهار؟ المعروف طبعا لو احنا عندنا ماده صلبه اعطيناها حراره او وضعناها على النار عشان تاخد حراره، فبالتالي عند درجه الانصهار، يعني مثلا نفرض مثال مثل قطعه الثلج. طبعا الثلج ينصهرها عند الصفر، ينصهر الى عند الصفر. فلو احنا عندنا مثلا ثلج وهذا الثلج وضعناه على النار، طبعا الثلج بيكون درجه حرارته مثلا تحت الصفر، فالحراره بيكتسبها الثلج فحرارته بترفع، ولكن يأتي عند الصفر سيليزيوس تثبت درجة الحرارة فترة حتى يتحول الثلج كله إلى ماء وهو عند الصفر على الرغم إن فيه حرارة شغالة. طيب هذا الثبات راح فين؟ قال لك إن الطاقة الحرارية المكتسبة هنا هي استغلت في تكسير الروابط الموجودة ما بين المادة الصلبة عشان تتحول إلى مادة سائلة، ولم تستغل في رفع درجة الحرارة، عشان كده تسمى الحرارة الكامنة، يعني الحرارة اللي هي غير ظاهرة ليك. وطبعا ما كنا احنا ما هي ثبتت عند الصفر، طب هي راحت فين؟ فبالتالي تسمى هنا كامنة، الحرارة الكامنة للانصهار. ده مفهوم مهم جدا معانا ولها قانون. طبعا هنا عندنا كيو اللي هو كمية الطاقة او الحرارة هتساوي ام هي الكتلة ضرب الاتش اف، والاتش اف معناها الحراره الكامنه للانصهار، وهي طبعا لكل ماده حراره كامنه خاصه بها. ولذلك التعريف هي كميه الطاقه اللازمه لتحول 1 كيلو جرام من الماده من الحاله الصلبه الى الحاله السائله عند درجه الانصهار الخاصه بهذه الماده. اذا الحراره الكامنه للانصهار لو وضعنا هنا الام ب 1 كيلو جرام، فالكيو هي الاتش اف، فاذا الاتش اف الحراره الكامنه للانصهار هي الطاقه الحراريه اللي احنا محتاجينها عشان نحول 1 كيلو جرام من الماده من الصلب الى السائل. وطبعا هي خاصه او هي رقم محدد لكل ماده مختلفه عن الاخرى. هذه المعلومه ايضا مهمه، ان الحراره المفقوده عند التجمد، طبعا التجمد عكس الانصهار، فالتجمد تحول من السائل الى الصلب. فبالتالي عشان يتحول الجسم من السائل الى الصلب فيفقد حراره. فيفقد الحراره عشان يتحول من السائل للصلب هي نفسها الحرارة اللي هيكتسبها عشان يتحول من الصلب إلى سائل، بمعنى إن الحرارة المفقودة أثناء التجمد هي نفسها الحرارة المكتسبة عند الانصهار، ولكن طبعا هنا السالب تشير إلى إنه العملية عكس بعض، فالحرارة المفقودة بتكون بالموجب والمكتسبة بتكون بالسالب. تمام؟ طيب نشوف مصطلح آخر، درجة الغليان. فمعروف إن الغليان تحول المادة من السائل إلى الغاز. درجة الغليان هي درجة الحرارة اللي بتتغير عندها المادة من السائل إلى الغاز، وهي أيضا خاصة لكل مادة درجة الغليان خاصة بها. وهناك أيضا حرارة كاملة للتبخر، بمعنى إحنا لو عندنا كاسة مية ونسخنها فدرجة حرارتها هترفع لغاية لما توصل عند ال 100 درجة. طبعا ال 100 درجة سيليزيوس تبتدي الماء تغلي وتتحول من السائل إلى البخار أو للغاز. طيب هل ترتفع درجة الغليان عند ال 100 سيليزيوس مع استمرار التسخين؟ لا، هيظل الحراره 100 سيليزيوس على الرغم ان في تسخين حتى يتحول الماء كله الى بخار. طب اين ذهبت هذه الحراره اللي احنا بنسخن بيها؟ ايضا بتذهب في تصعيد وزياده حركه الجزيئات عشان تتحول الى الايه؟ الى السائل، وتسمى هذه الحراره هي الحراره الكامنه، هي الحراره الكامنه اللي طبعا للتبخر او الغليان. ولها قانون ايضا مشابه للقانون هذا اللي هو كيو بتساوي ام اتش في، ف اتش في هي الحراره الكامنه للتبخر، ونفس التعريف ايضا اللي هو كميه الطاقه اللازمه عشان احول 1 كيلو جرام من السائل الى الغاز عند درجه الغليان، وهي طبعا خاصه لكل ماده لها اتش في خاصه بها. فالتكثف عكس التبخر، فالتبخر تحول السائل لبخار، والتكثف تحول البخار الى سائل. فالتكثف ياتي نتيجه ان البخار يفقد حراره، والتبخر نتيجة ان السائل يكتسب حرارة، والاثنين جد بعض، فإن الحرارة المفقودة عند التكثف هي نفسها الحرارة المكتسبة عند التبخر، ولكن طبعا زي ما اتفقنا ان الحرارة المفقودة بالموجب والحرارة المكتسبة تكون بالسالب. ده بالنسبة إلى تحولات المادة من الصلب إلى سائل أو العمليات العكسية.
طبعا في بعض الحالات اللي يعني اللي هي مثلا تحول حالات خاصه كده، يعني ممكن الماده تتحول من الصلب الى الغاز مباشره دون المرور الحاله السائله، تمام. ده ممكن فيما يسمى الايه التسامي، عمليه التسامي زي ما بيحصل مثلا الى اليود، لو سخنا اليود يتحول من الصلب الى الغاز مباشره دون المرور بالسائل، فده يسمى الايه التسامي، تمام. طيب بشوف كده السؤال. درجة الحرارة التي تتغير عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة، طبعا هيكون درجة الإيه الانصهار. ونركز شوية علشان كل هذه المفاهيم هي موضوع أسئلة، وأسئلة فيها وردت في السنوات السابقة، وإن شاء الله لما تراجعوا هذه المسائل والأسئلة هتعرفوا أهمية هذه المعلومات أو هذه المفاهيم فيها إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.